الرئيس بابا 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 الفطير مش باين يا ابني. دي بواقي العسل والطحينه والفطير. ده بعد الحرب العالميه كميات رهيبه من العسل تثبت تمويلات حزب الدستور. يا نهار ابيض ومناديل كتير يا بيه. مناديل اتفضل البراندي جاي يطلب معالي بلاستيك مناديل وطحينه بس. لو سمحت السؤال لحضرتك، هل ينفع حزب سياسي زي الدستور يحتفل بخروج معتقلين بالفطير والعسل؟ ما هي دي هي هو ده اختلاط الشعب يا جدعان، هو ده الاختلاط مع الشعب، فطير وعسل ومش ايه المشكله يعني؟ انت راضي ان حزب سياسي بقدر وحجم حزب الدستور يحتفل بخروجك بحفله فطير وعسل؟ والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحاله التقصف اللي احنا عايشين فيها ومش لاقيين ناكل والناس جعانه في الشوارع والكلام دوت، فزي الفل يعني. عسل وطحينه وفطير مشلتت وجبنه قديمه، ده رضا الحمد لله. انت موافق يعني؟ انا موافق مفيش مشكله الحمد لله. يعني انت راجل كنت معتقل بسبب ان قلت تيران وسنافور مصريه وطلعت الحمد لله. الحمد انت لله. موافق ان حزب الدستور يحتفل بطلوعك بحفله فطير وعسل؟ والله احسن ما يحتفل بفراخ، مش احسن من بطاقه جبنه معفنين. اعملوا باي باي للكاميرا كده ولا اي حاجه. حلو باي باي. على فكره بس هو ده التمويل من المنوفيه، فاغلط في المنوفيه عشان يطلع عايشين اهلنا كلنا وروح السجن. اغلط بقى. انت مبسوط بحفله الفطير والعسل ده يا اسلام؟ انا والله ما دقتها، مفيش بس غير لقمه جبنه وكانت من زوزو بس. انا اصلا مش عايز اكل عسل ولا جبنه ولا طماطم ولا اي حاجه من الحاجات بتاعه الزنزانه. ده مش في ناس مشي. حضرتك جبت تمويلات العسل دي منين؟ هتيجي يا عم انت. هاي انا موظفه حكومه من خزينه الدوله. يعني استاذه جيني، وانا احيي جهودها في تجميع حزب الدستور، وان هي دايما موكلانا فطير وجبنه وعسل فطير بالسمنه البلدي. يعني ايه حزب سياسي بقدر وحجم حزب الدستور يحتفل بخروج معتقلين بحفله فطير وعسل؟ التمويل جاي من المنوفيه حضرتك، فهو ده السبب اعتقد الكافي من هو يبقى حزب الدستور بيحتفل من قلب الدلتا. يعني حضرتك راضي عن موضوع فطير العسل ده؟ والله انا في ناس كانت اقترحت همبرجر، وبعدين قلنا ده ممكن ان هو يؤدي ان احنا نتفهم غلط، على اساس ان الهمبرجر امريكي اصلا. بالظبط كده، هو الامريكي وفرانكفورتر هيبقى الماني. تمام.